السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتعلمو هاد الشكل هذا في تنبات، وغادي نخدمو بالدونتيل. هاد الشكل هذا جديد وتيجي رائع، سواء في القفطان أو في الجلابة. هاد الفيديو ديال اليوم هو مهدى خصيصا لواحد المتابعة، سولتني أن عندها توب اللون ديالو أسود، وقالت لي شنا هما الألوان اللي ممكن نستخدمو في هاد التوب. فأنا هنا حاولت أنني نستخدم دونتيل في اللون الأسود، واستخدمت هاد الالوان هادو اللي كتشوفوا. فكنتمنى ان هاد السيده هادي تشوف هاد الفيديو هذا، وتشوف يعني الالوان اللي انا قلت لها تستخدمهم، واش غاديين يعجبوها او ما غاديش يعجبوها. فكنتمنى ان هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالها وينال الاعجاب ديالكم كذلك. خدوا غير طريف صغير بحال هذا، انا غنجي لهاد الوريده هادي وغادي نقطعها، لان هي اللي باغا انايا نخدم بيها. فغادي نقطعها، انا غندور غير على هذا الشكل. من بعد ما خدينا هذه الوريده هذه، انا قطعتها يعني غير من غنحطها هنايا بهذا الشكل هذا، وغناخد ابره وخيط. انا خديت هنا غير خيط عادي لانني غادي غير نثبتها، فانتبهوا معايا هنا كيفاش غادي نثبتوها. غنحاول هنا انني من يعني ما ندخلش بزاف، لانني غادي نستعمل من بعد العقيق فوق من هذه الخدمه هذه. بهذه الطريقه نبقاو غاديين وكندورو على الخدمه، حتى ندورو عليها كامله، نثبتوها مزيان باش ما تبقاش تمشي وتجي. الان غادي نستخدم هاد النوع هذا من هاد العقيق المهرس، وغناخد هاد الابره. كما كتشوفوا هاد الابره رقيقه بزاف، هي اللي تنخدموا بها هاد العقيق المهرس. غنستخدم هاد اللون ديال الخيط اللي بحالو بحال هاد اللون. فاول حاجه نطلع الخيط ديالي من هاد المكان هذا، وغناخد هاد جوج العقيقات، وهنا غادي نبدا كنستخدمهم. هنايا غادي نبداو نركبوهم بهاد الطريقه هادي، نوضعوهم بحال هكا، وغادي نخدم انا هنا هاد المكان، ونطلع الابره ديالي تكون في واحد البلاصه قريبه لهاد هاد الشكل هذا، يعني تكون قريبه. ناخذ هنا هاد جوج العقيقات، من بعد ما خديت هاد جوج العقيقات غادي نركبهم بنفس الطريقه بهاد الشكل، ودائما نطلع الابره ديالي من وسط الدونتيل، ولكن تكون قريبه باش ان هاد الخدمه تبقى غاده بهاد الشكل، تجي على الحاشيه. ناخذ جوج العقيقات، ركبهم بنفس الطريقة، بهذا الشكل هذا، وغنستمر كما قلت لكم. نبقى انا غادة خدامة تندور مع هذه الوردة كاملة. فهنا انا غادي نستمر غندور مع هاد الوردة ديالي كاملة، غندور معاها بنفسها. من بعد ما كملت الوردة كاملة يعني بهاد العقيق المهرس، نستخدم هاد ليزيستراس هادو الشفافين. فاول حاجة هنا غنركبه هنا في الوسط ديال الوردة اللي عندي، فهنا هذا هو الشكل ديالها كتبينها، يعني هاد الشفافين هو تيصالحوا لجميع الالوان. هنا غادي نستخدم غنستخدم العقيق المهرس باش ندور مع هاد الدوره هادي. اول حاجه نطلع الابره ديالي من هاد الاتجاه، خدينا هنا جوج العقيقات مهرسين. كما قلت لكم الابره فهي رقيقه بزاف، غتمشيو لعند يعني بائع لوازم الخياطه وتقولوا لي يعطينا بره ديال العقيق المهرس، فهما تيعرفوا هاد الابر هادو. دائما هنا نحاولوا نتجاوزوا واحد شويه الخط اللي حنا رسمناه بالستيلو. بهذا الشكل غادي نبقى انا تندور حتى نكمل هاد الخدمه. ركبت هنا جوج العقيقات يعني اخرين هنايا، شوفوا هنا الابره دائما كنتجاوز واحد شويه
ستيلو غير واحد شوي باش ما يبقاش يبان، حيت هنا خصنا ندرقوه يعني ما يبقاش يبان لينا. ناخد كذلك جوج ديال العقيقات اخرين وغادي نستخدمهم دائما نفس الشكل بهذه الطريقة هذه. هنا عينكم ميزانكم يعني في العبار ديال هذا الشكل، تبقاو غاديين خدامين. فالآن غادي ناخد هاد النوع هذا هو اللي غادي نستخدمه هنا باش نختم به هاد الشكل. اللي مبغيتوش تستخدموه يعني ما تستخدموش، خليوه غير هكا عادية، ولكن انا فضلت انني نركب لها هادي كتعطي واحد يعني واحد شكل رائع. فالآن من بعد ما كملنا هاد الشكل هناخد دونتيل وغادي نقطع هاد الشكيل هذا، هاد الوريقة هادي، وغادي نحاول انني نركبها هنايا في هاد في الجنب ديال هاد الوريده، وحتى هي غنستعملوا ليها هاد العقيق المهرس. فاول حاجه تنثبتوها بالخيط كيف ما درنا يعني مع كيف ما درنا في الورده ملي ثبتنا الدونتيل، حتى هنا غادي نثبتوا نفس الطريقه غادي نثبت بها هاد الورده اللي عندي. من بعد ما كملت هاد الوريقه هادي ناخذ هاد الشكل، هاد الشكل الشفاف، نطلع الابره ديالي هنا من الوسط فهذا هو الشكل النهائي ديال الوريده ديالنا. شكرا لجميع الاشخاص اللي تيدعموا هاد القناه، واي تساؤل وضعوه في التعاليق، وشكرا على المتابعه.